الخير. الحول في العين مرض عضوي ويمكن يترك أثر نفسي خاصة على الأطفال، لكن مع تطور الطب وأساليب تصحيح النظر المتطورة صار بالإمكان التخلص من الحول. هل معقول يمكن هذا؟ كيف؟ اليوم بنعرف أكثر من طريقة، بس تابعونا. أرحب بكم في برنامجكم برنامج فيتامين، ومن تلفزيونكم تلفزيون دبي. الحول في العين مشكلة يعاني منها الأطفال عادة، وفي حالات نادرة الكبار ممكن يعانون، وهي تأثر على تحصيل الأطفال الدراسي وعلى شخصياتهم وعلاقاتهم بزملائهم. وبسبب غياب الوعي يتعرض الطفل اللي يعاني من الحول للاستهزاء من زملائه في المدرسة ويمكن خارج المدرسة. ولهذا السبب على أولياء الأمور الاهتمام وعدم السكوت على حالات الحول عند أبنائهم والذهاب للطبيب وتصحيح العين مبكرا. وهذا طبعا الأمور هاي تحتاج لشجاعة كبيرة. اليوم عندنا حالة طفل اسمه فارس مصاب بالحول وخضع لعملية جراحية ناجحة. خلونا نشوف التقرير اللي صورناه فيه عملية جراحة أو جراحية للعين لإزالة الحول. تابعوا العملية. المريض اللي احنا شفناه اللي هنكشف عليه النهارده عنده حول في عينيه الشمال. هو المشكله ان هو عنده حول من يوم ما اتولد تقريبا، يعني او بعد ما اتولد بشويه صغيرين، ووالدته سابته للاسف المده الطويله دي، واحنا هنشوفه دلوقتي واحنا بنكشف عليه. فعينيه دخلت لجوه وما عملش حول. هو كبير دلوقتي بالنسبه لنا، 6 سنين، و6 سنين ده بالنسبه في الحول يعتبر سن طويل. فعنده حول داخلي، ومع الحول ده ابتدى المشاكل اللي احنا يمكن النهارده يهمنا ان احنا نوضحها. يعني ان حصل كسل في العندي اللي احنا بنسميها ليزي اي، ناس عارفاها كتير ليزي اي، او كسل ما عادش بيشوف بالعندي كويس، وللاسف يعني قدرتنا على تصحيح النظر في العندي بقى صعب لان هو كبر. وبقى عنده كمان نقص في البعد الثلاثي، يعني ما عادش بيشوف الصوره كويس الصورتين مع بعض. فهو عنده حول داخلي من ساعه ما اتولد، خلقي من ساعه ما اتولد، او لسبب ما بعد ما اتولد السخونيه او حاجه زي كده، زي ما حاولنا نفهم من والدته. معاها كسل في العين وعدم وضوح في الرؤيه في العين دهيا، وان شاء الله ربنا يسهل نقدر نصلح له حاجه من الحاجات على الاقل الشكل النهارده. ما بيشوفش حاجه مجسمه، كل حاجه بالنسبه له فلات، ما عندوش ال 3 دايمنشن. 3 دايمنشن ده بيساعده في السواقه، بيساعده في الاستمتاع بالحياه وفي مشاهده الاشياء، فحتى في تناوله للاشياء وطلوع السلم وفي بقيه حياته كلها. وبيعوقه بعد كده، يعني لو حب يقدم في حاجه زي الحربيه ولا العسكريه ولا الحاجات دي كلها، لازم عنده بعد ثلاثي عشان يقدر يحكم على المسافات كويس. فاحنا توقعاتنا بالنسبه للطفل ده انه نخلي شكله كويس وقدرته على التواصل مع المجتمع احسن، وبالتالي يعني رقبه اخف الضرر. لكن للاسف تصحيح النظر هيبقى صعب جدا، هنطلب ان هم نغطوا بعدها، ويعني نغطي يستخدم الهندي احسن. طبعا استرجاع البعد الثلاثي تقريبا شبه مستحيل، لانه اوريدي عدى 5 سنين الهنتين ما بيشتغلوش مع بعض، فصعب جدا تلاقي تشكيل خلايا المخ تاني زي ما كان ينبغي. فهو لان احنا نرجع شكله كويس ويبقى مقبول على الاقل في المدرسه، الولاد ما يضايقوش، لان المجتمع اللي حوالين منه ما يبصروش باستغراب وكده. طبعا يسعدني الحين ارحب بضيف حلقتنا اليوم الدكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري الحول وجراحات تجميل العيون في مستشفى المغربي في مدينه دبي الطبيه. دكتور اهلا وسهلا فيك دكتور. تفضل دكتور. كذلك معانا الطفل فارس وام فارس. حياك ام فارس. كيف حالك؟ خشمك. يلا تفضل. دكتور تكلمنا عن الحول، بس خلنا نحن نتكلم ويا فارس على اساس انه عقب عندنا دقيقه واحده. فارس كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو تشوف احسن الحين؟ ايه. اول كيف كنت تشوف يوم فيك الحول؟ تعرف شو الحول؟ شو معنات الحول؟ يعني ما اشوف سيده. ما كنت تشوف سيده؟ شو كنت تشوف؟ اشوف يعني غير كذي. يعني يوم كنت تشوف ربيعك ايش قاعد كنت تشوفه؟ ما اشوفها بالزين. لا الحين واحد شي في المدرسه ربيعك جاي قدامك. كنت تشوفه 2 ولا كنت تشوفه
ما بسيده ولا كيف كنت تشوفها؟ اشوف اثنين. اثنين تشوفهم؟ زين خبرت ماما وبابا قلت لهم؟ زين قلت لهم انا شو ياسه اشوف؟ اشوف ربي اثنين يكون. تشوفهم اثنين هم كلهم؟ وعقب خبرت المدرس ولا كلهم ماما وبابا؟ خبرنا اول شيء المدرسه بعدين ماما وبابا. زين عقب شو سووا لك؟ ودوك المستشفى عشان تسوي؟ زين عقب والحين؟ الحين احسن. الحين انت احسن لا؟ ايه. الحين لازم اسير فاصل وارد. تعرف يعني فاصل؟ ايه. يعني عندي بريك الحين، لازم اسير يراوون الدعايات عقب مرد مره ثانيه. صح؟ اعزائي المشاهدين فاصل وبنواصل وياكم، بس انتظرونا. رحب بكم من جديد في برنامجكم فيتامين اعزائي. أثناء قيامنا بالبحث في موضوع تصحيح النظر وجدت فيديو يتحدث عن تصحيح النظر بشكل طبيعي، يعني بدون عمليات جراحية من خلال تمارين طويلة تحتاج للصبر، والدكتور ممكن يشرح لنا وتستهلك وقت طويل. اللي لفت انتباهي كلام الشخص اللي كان يتحدث يوم قال حطوا الكحل في العين قبل النوم كل ليلة. أنا بصراحة سكرت الفيديو ما أدري ليش، ولكن ما اقتنعت بالطريقة، وشعرت أن الشخص هذا وهو طبيب بالمناسبة يروج لأشياء أخرى غير طبية. خلونا نرجع لضيفنا ونتعرف على أنواع الحول، وكذلك ممكن يعرفنا على الأسباب، يعني أسباب أنواع الحول والأسباب، وكذلك بيخبرنا عن موضوع الكحل. فارس تسمح لي أنتقل للضيف الدكتور اللي سوى لك العملية؟ دكتور ماشي. دكتور أسامة نرحب فيك في البرنامج ونشكرك على طبعا الجهد اللي قمت به وسويت العملية لفارس، وأم فارس مستانسة وبنرد بنكلمها بعد. شو هو الحول دكتور؟ الحول لو شفنا الصوره بتاعته، اول حاجه بشكر دكتور علي، بشكر برنامج فيتامين على دعوتهم الكريمه لينا. الله يعطيك الصحه. وعلى ان احنا بنساهم معاكم في توعيه الناس على مشكله كبيره، انا بعتبرها مشكله كبيره، وزي ما حضرتك قلت في المقدمه الجميله بتاعت حضرتك انها ممكن تصحيحه، دي نقطه مهمه جدا وبيحتاج شجاعه. فاحنا النهارده يمكن موجودين عشان نزود الشجاعه بتاعت الاهل، التصحيح ده دورنا، لكن احنا بنحاول نشجع الاهل على عمليه التصحيح ده. طب نوضح الصوره موجوده دي الصوره هي بتاعت الحول. الحول هو عباره عن علاقه بين الانتين، يعني ربنا خلق العينتين عدلين، لو العين دخلت لجوه وطلعت لبره فبنسمي ده حول. فهي علاقه بين العينتين وبعضهم، انحراف العينتين عن بعض. انا دايما بشبهها للمريض في العياده بتشبيه يمكن بلدي شويه زي كشافات السياره، لو كشاف معوج لجوه فهو محول، فده تعريف الحول. العلاقه بين العينتين ما هياش متزنه بالشكل الامثل. زين انا بس في سؤال، لان دايما الام يعني لما تشوف المولود تخاف، دايما تشوف عينها محول، من اي عمر يبدا الحول يبين عند الطفل؟ من اول 4 شهور او 5 شهور. يعني شو تلاحظ الام؟ بتلاحظ ان العينتين زي ما احنا بنقول زي صوره الطفل دول، ده احنا حاطين صورتين هنا، هتلاقي العين الطفله اللي على اليمين في حول في العين الشمال داخله لجوه شويه، خف شويه كمان من العين الثانيه، بس ده حول وده حول. النور او اللايت ريفلكس او انعكاس الضوء في العين اليمين في النص، لكن في العين الشمال ما هوش في النص. نفس الحكايه بالنسبه في درجات في الحول. طبعا في درجات. كيف الدرجات؟ كيف تصنف هذه الدرجات؟ احنا الحول بنقسمه في حاجات بنقيس بيها، بنقول مثلا في 30 درجه 40 درجه 50 درجه، لكن هو ما بيفرقش معانا، هو حول في الاخر. يعني زي كشافات العربيه برضو بنرجع تاني، لو هو محول شويه محول كتير هو في الاخر احنا ما بنستخدموش. زين احنا لما نقول الحول يعني انواع الحول، هو الحول عنده انواع؟ طبعا. شو طبعا الحول حضرتك زي ما حضرتك قلت في المقدمه، في الاول في الحول الكاذب اللي هو يعني كان الناس بتختلف. نشوف لو شفنا الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها، شوف الصوره اللي بعدها الحول الكاذب، ما قدروا ينزلونا الحول، بغينا صوره الحول الكاذب. طيب في عندنا الحول الكاذب. الحول الكاذب هو عباره عن ان المريض يبان عنده حول زي شعوب شرق اسيا، بتبان عينيهم داخله لجوه، لكن هم في واقع الامر عينيهم عدله، ما بيبقاش في وجود حول، فبنسميه احنا حول ظاهري او حول كاذب او حول غير حقيقي. وده احنا بنكتشفه في العياده بالفحص بتاع الطفل. يعني ده النوع اللي هو الحميد، يعني اللي هو ما يعتبرش حول، مش حول، مش محتاج حاجه خالص. بالظبط. لو شفنا البنت اللي هي على اليمين هنلاقي النور هنا في النص والنور هنا في النص، على الرغم ان هو يبان العين الشمال محوله. يعني اول وهله الناس بتلاقي البياض قليل شويه في الناحيه الشمال، البياض رجعت يتقال ان عندي داخله لجوه، ويجي يشتكي لي يقول لي عنده حول. بس حضرتك لو شفت الفلاش بتاع الكاميرا هتلاقي هنا في النص وهنا في النص، بس الثانيه لا. الثانيه لا، الثانيه هتلاقي النور هنا في النص والناحيه الثانيه النور مش في النص. فاذا احنا بنحكم على الحول، دي شغلتنا في العياده، لو الاهل عايزين يصوروا بالفلاش ويشوفوا بس انعكاس الضوء، لان مركز انعكاس الضوء هو مركز الرؤيه، فده بنسميه حول كاذب او حول ظاهري. وده ملوش عمليات، وده عاده بيروح مع نمو الطفل، كل ما بيكبر وكل ما الجمجمه بتتغير بيتغير شكل الحول. شو الصورة الثانية اللي تبغاها؟ أنواع الحول قبل العملية. أنواع الحول قبل العملية. أنواع الحول قبل العملية. قبل العملية. في نوعين مشهورين أو من الحول، حول بنسميه حول داخلي يعني العين رايحة ناحية الأنف، وفي حول خارجي يعني العين رايحة ناحية الودن.
ايوه بالظبط. الطفل اللي على اليمين ده بنلاقي العين بتاعته داخله لجوه الناحيه اليمين، فده بنسميه حول داخلي، يعني ناحيه الانف. اللي على اليسار يمكن الصوره مش باينه، بس هنلاقي العين الشمال بتاعته طالعه لبره، فده بنسميه حول خارجي. فارس شو كان عنده؟ كان حول داخلي، كانت عينيه الشمال داخله لجوه. شو اكثر، الداخلي ولا الخارجي؟ الداخلي بيبقى اكثر، الداخلي دايما بيبقى اكثر. شو الاسباب؟ في معظم الاطفال في 80% من الحالات اللي احنا بنشوفها بيبقى سبب الحول خلقي، يعني طفل مولود بعدم انتظام. في فيديو ما اعرفش اذا كنا احنا نقدر نقول، في شيء الام ممكن تقدر تسويه اثناء الحمل عشان تمنع الحول؟ لا مفيش. ما فيش اثناء الحمل ما فيش، لكن هو اللي تقدر تسويه زي ما بنقول ان هي تاخد بالها من الطفل بعد ما يتولد، من اول 5 شهور أو 6 شهور، هل عينيه مستقيمه ولا العينتين سايبين بعض؟ ففي الحاله دي لازم تجيبه لينا. يعني زين، الحول، الشخص اللي يعاني من الحول او الطفل اللي يعاني من الحول من شو يشتكي؟ شو اللي يشتكي منه؟ هو الطفل بشكل، الطفل بحد ذاته ما بيشتكيش من حاجه. زين. يعني الطفل غلبان، يعني دايما حتى بقول للاب والام انتوا المسؤولين عنه، يعني انتوا اللي بتتحكموا في مصيره. فالطفل ما بيشتكيش من حاجه، لكن في حاجات كتير بتحصل في عينيه. يعني لو شفنا صوره الكسل، لو جبنا صوره الكسل هنا، ويمكن ده اللي احنا يمكن لو اكثر نقطه تهمني. بس هو قال انا اشوف اثنين. ما انا عارف. زين. انا عارف، ما انا بقول لحضرتك هو دي شكوى مؤقته بالنسبه له، لكن ما بتبقاش شكوى دايمه. يعني ساعات يشوف الصوره اثنين وساعات ما يشتكيش خالص الطفل. في اغلب الاحيان الطفل ما بيشتكيش لانه بيشوف بالعين السليمه والثانيه محوله، فبيركنها المخ. لو شفنا الكسل اللي احنا كنا بنتكلم عليه واحنا بنفحص فارس، ان العين العدله المخ بيستخدمها، العين اللي مش عدله المخ ما بيستخدمهاش. فالخلايا اللي في المخ المسؤوله عن الرؤيه بيحصل فيها ضمور. واللي اكتشف الموضوع ده خد جائزه نوبل من 40 سنه، جاب قرود وعمل لهم حول، قطع عضله من العضلات وسابهم 3-4 شهور. بعد كده لما جم يحللوا الخلايا بتاعه المخ، فلقوا ان الخلايا اللي في المخ المسؤوله عن الرؤيه في العين اللي فيها الحول حصل فيها ضمور، في الوقت ان الخلايا الثانيه قويه وبنيه. عشان كده دايما بقول للاب والام، انت لو بتسيب ابنك عنده حول فانت بتحكم على ضمور جزء من خلايا المخ بتاعته. عدم انتظام، لانه ما ياسي يشغل وما بيشتغلش زي الايد لو محوله، زي رجله لو محوله. فالكسل ده مهم جدا. وبعدين احنا في امريكا وفي انجلترا بيكافحوا الموضوع لانه بريفنتبل، يعني ممكن التغلب عليه. يعني في حاجات كتير احنا مش هنتغلب عليها في الطب، لكن دي من الحاجات اللي ممكن نتغلب عليها، ان احنا نصلح الحول بدري زي ما بنقول، بدري جدا، ونغطي العين فنقدر نتجنبه. عشان كده احنا بنجاهد وموجودين مع حضرتك النهارده عشان نقول يا جماعه ده مرض ما هواش حاجه سهله. يعني انا علاج هو يعني علاج الحول جراحي اكثر من جراحه او نظاره حسب الحاله. يا جراحه يا نظاره حسب الدرجه، حسب درجه الحول وحسب طبيعه الحول. يعني يا جراحه يا نظاره يا نظاره خفيف ممكن من خلال النظاره. لا لا لا، ملوش علاقه خالص برضو بدرجه الحول، ملهاش علاقه خالص. ملهاش علاقه هو نظاره ولا حول، هي تيجي بالكشف. بنحط قطر التوسيع وبنقرر هل ده محتاج عمليه، هل محتاج نظاره، هل محتاج نظارة وعملية، حسب ما بنقرر في العمليات. لكن هو في الآخر المفروض إن الأب يدانه ماسك في الدكتور زي ما بقول لغاية صلاح الحول. أنا أكتر حاجة بتؤلمني إن أنا أقول للأب إن ابنك محتاج عملية حول ويسيبه. أقول له أنا لو رايح لدكتور ويقول لي سيب ابني سنة ولا سنتين، أنا أقول له أنت إزاي تسيب ابني سنة وسنتين؟ فالمفروض إن هو ما يسيبنيش إلا ابنه كويس. خلينا نشوف أم فارس، ليش يعني في البداية أنت ما وديتي عند الطبيب؟ استريتي لين عمر شوي، يعني مثلا نقول 6 سنوات صح؟ لا دكتور، انا وديته قبل عياده. زين. فقبل كنت اعالجه في مستشفى توام. زين. فهم اكتشفوا ان فارس فيه حول. زين. فتميت راجع وياهم فحولت الملف في مستشفى دبي. زين. تميت وياهم هني بعد في مستشفى دبي، فهم قالوا لي يعني يباله فتره ان نحن نكتشف ان في شيء يعني في عينه. زين. يحتاج الى جراحه. زين. فتأخرهم على المواعيد وانتقلتي على طول للمستشفى المغربي عن طريق برنامجنا. بالزبط. عن طريق برنامجكم. مشكورين وقصرت والله. معناته بس الحين شو رايك الحين فيه؟ صراحة أشكر دكتور عصام، ما قصر الحمد لله. يعني حتى فارس في المدرسة صار زين. بس أبغى أعرف، لأنه هو قبل كان يشتكي بس ما يخبركم شو جالس يشوفها صح؟ أوقات بس وايد كان يعاني من عوار راس. كنت تعاني بابا راسك كان يعورك؟ وكنت اخذ يعطونك دواء مال عوار راس بدل ما يودونك مال عيون، يعطونك مال هذا دواء مال عوار راس. الحين فرحان انت؟ فرحان الحين؟ عاد شو بتسوي الحين؟ خلاص الحين صلحنا لك، الحين الدكاتره صلحوا لك عينك، شو بتسوي؟ بتتزوج؟ متى ان شاء الله؟ لما اكبر. وتعزمني على عرسك؟ لك لما اكبر. خلاص الحين انت ماشي. متى بنشيل النظاره؟ لما اكبر. متى قال شيل نظارتك نشوف؟ شيل نظارتك. يا سلام، نحييه نحييه. طبعا انا ابي اشكر ام فارس، اشكرك واشكر فارس طبعا على انكم دخلتوا قبلتوا انكم تدخلون او تدخلون ولدكم العمليه،
والله يعطيك الصحة والعافية بابا، ونشوفك إن شاء الله دكتور. ونتمنى لك مستقبل باهر. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. أعزائي تحبون تشوفون عملية جراحية ثانية للعين خاصة، والعملية هاي خاصة بإزالة الدهون من العين ورفع الجفون، بنشوفها بعد الفاصل، انتظرونا. نجدد ترحيبنا بكم أعزائي المشاهدين. هناك دراسة طبية أكدت أن التعرض بصفة مستمرة للرصاص، يعني مادة الرصاص، تزيد خطر إصابة العين بالمياه الزرقاء. وقال علماء من مستشفى ريغهان في مدينة بوسطن الأمريكية أن الأشخاص اللي تحتوي عظامهم على أعلى نسبة من الرصاص ممكن يكونون معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بعتمة عدسة العين، أو اللي يسمونه الماي الأزرق. وحب أخبركم أن الماي الأزرق هو السبب رقم واحد للإصابة بالعمى في العالم. قبل الفاصل وعدناكم بنشوف عملية لشفط الدهون من العين، وبنشوف أيضا رفع الجفون، لأن الجفون تصاب بالكسل أحيانا. شوفوا التقرير. بص يا مريم، احنا جافن ليه مقاييس جمال معينة، ومقاييس الجمال ده هي برضو بتتحكم في الوزن وفي التقل. يعني لما بنرجعه لمقاييس جماله بيبقى في نفس الوقت وظيفته أحسن كمان. فلو احنا بصينا على الجفن هنا غمض عينيك كده، هلاقي في جلد عندك هنا زيادة شوية. طبيعي ان الجلد ده يبقى مشدود فعامل تقل في الجفن، وفي دهنيات جوه هنا كده برضه عاملة تقل في الجفن. في الناحية اليمين في برضه جلد زيادة هنا عامل تقل في الجفن. يعني الناحية اليمين والشمال بنسميها احنا في اكسس سكين، يعني جلد زيادة شوية عندك. تاني مقياس مهم بالنسبة لنا الدهنيات اللي هنا، افتح عينيك شوية. عادة ما بيكونش في دهنيات حوالين الجفن، ففي دهنيات الناحيه دي، في دهنيات الناحيه دي، ويمكن يكون في شويه دهنيات بسيطه هنا. فاحنا هنشيلك شويه دهن من هنا وشويه داير ما يدور عشان نقلل التقل اللي على الجفن ونشيل الجلد الزياده. لما هنشيل الدهن والجلد هنخف الحمل كتير جدا على الجفن. هو الجفن شغال طول اليوم، فما وجود الحمل ده الموضوع بيبقى تقيل شويه. تحب نفتح لك العين شويه؟ ممكن نوسع العين شويه، يعني العين عندك صغيره شويه فممكن نوسعها لك. هل انت بتحب العين الواسعه ولا تحب عليكي كده؟ واسعه. عايزه نوسعها لك شويه. طيب احنا برضو في نفس الوقت هنرفع لك الجفن لفوق سنه كده، نخلي العين واسعه. دايما معظم العيون الواسعه بتبقى شكلها اجمل من العيون اللي هي شكلها نايم شويه، عشان برضو لما تروح الشغل الناس ما بتبقيش سهرانه طول الليل وما بتنامش كويس. فاحنا يبقى عايزين هنعمل ثلاث حاجات: هنشيل لك الجلد الزياده، هنشيل الدهنيات، وهنرفع لك الجفن. كده بنقرب كتير جدا من الوضع المثالي اللي ربنا خلقنا عليه في شبابنا، وانت لسه شباب طبعا يعني. فلو نقرب من الشكل ده هون هتلاقي الجفن بيشتغل بشكل احسن كتير جدا، والمشاكل اللي انت والحاجات اللي انت بتعاني منها وبتشتكي منها معظمها يختفي ان شاء الله معاك. فان شاء الله تبقى كويسه وزي الفل. طبعا اعزائي المشاهدين، نحن في بعض العمليات نحاول نبعدها، لان نحن وقتنا هذا ما نبغي نراوي خاصه الاطفال وبعض يعني اصحاب القلوب الضعيفه، على اساس ان نراوي ان شو يسوون فقط في العمليه، بحيث ان الضيف يبدا هو يشرح شو اللي يصير في العمليه هذه. زين، نحن نذكر الفاصل اللي طاف دكتور تكلمنا عن الكحل. بس قبل ما ندخل في المساله نتكلم عن الكحل، شو مخاطر الكحل على العين؟ الكحل، انا سعيد حضرتك تسال السؤال ده هون، لان انا شخصيا فوجئت بيه اول ما كنت شغال في المغربي في السعوديه. نعم. ففوجئت ان في اطفال بيخش عليا عمرهم 4 شهور و3 شهور وحاطين كحل. دي كانت غريبه عليا، لان في مصر احنا ما شفتوش خالص قبل كده، وانا بشتغل اطفال من زمان. فلما رجعت عشان اقرا ايه حكايه الكحل ده، انا افتكرتهم بيعملوه عشان الحسد ولا كده، فاكتشفت ان في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الكحل مفيد للعين. لما عدنا نرجع نسال طب ده جاي منين، فلقيت ان في دراسه اتعملت على الكحل من مستشفى الملك فيصل، واثبتوا ان الكحل سيء جدا للاطفال. الكحل بيبقى ليه بقى الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم والدراسه؟ لان الكحل اللي هم بيستخدموه معظم الناس ده بيجيبوه من المحلات،
والكحل ده معظمه مخشوش برصاص عشان يدي اللون، فلقوا ان هم في الاطفال 90 او 95% من الاطفال من الكحل ده الرصاص ده بيخش جوه عينيهم، الاطفال ما بيبقاش لسه اكتمل عندهم الجهاز الدمعي ما بيتغسلش كويس فبتمتصه العين فبيعمل تخلف عقلي. فدراسة أوصت بشدة عن التوقف عن استخدام الكحل اللي هو المغشوش مغشوش. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصى بالكحل كان بيقصد بيه الكحل الإثمد اللي هو الكحل اليمني الصافي اللي بيبقى الحجر بتجيبه من هناك وبتطحنه في البيت. كانت وجهة النظر العلمية للموضوع ده، لأن احنا حتى حاولنا ندور على أي دراسة اتعملت على الموضوع، كانت وجهة النظر إن الإثمد ده بيحتوي على مادة اسمها الأنتيمون، المادة دي بتقتل الخلايا البكتيرية اللي في حرف الجيف، فبالتالي ممكن تساعد على إن الجيف للرموش ما تقعش أو حاجة زي كده، والحاجات دي كلها بقت متوفرة في الأطرات وفي المراهم، وأصبح صعب إن أنت تفرق بين الكحل المغشوش والكحل الغير مغشوش وتجيب الإسمنت، فإحنا بقينا بصفة عامة ما بنصحش خالص خالص بالكحل عشان ما ينغشوش عشان ما ينغشوش ويخش في نعم في في المشكله دي طالما يعني الموضوع ما هواش حساس الله للدرجه سبحان يعني. الله مدام اماني نرحب فيك، اهلا وسهلا فيك، وطبعا اشكرك على حضورك البرنامج. ودكتور طبعا اسامه قام احنا مريم اللي سويت العمليه مريم وعندنا طبعا المدام او مدام اماني شو تعليقها صورتها قبل العمليه ومدام اماني قدامك يا دكتور؟ مدام أنا سعيد بيها جدا طبعا، لأن هي مدام أماني كان عندها مشكلة كبيرة إن الجفن الصورة موجودة الصورة الجفن كان ساقط لتحت، يعني الجفن بتاعها نازل لتحت نتيجة التهابات في الجلد وعدة مشاكل كده، فكان السقوط ده بيخلي عينها تدمع بشكل صعب جدا إلى جانب صعوبة مواجهة الحياة. وهي كانت زارت عدد كبير من الدكاترة حقيقي، وأنا كنت واحد منهم، كان الكل بيرفض إن هو يتدخل في الجفن لأن إحنا خايفين نبوظ، يعني ما احناش عارفين شو الخوف نصلح. شو الخوف اللي ممكن يصير؟ حاجات كثيره جدا. نعم. اول حاجه ان انت خايف ان انت لما تيجي تحاول تعدل الجفن ده هو ان هو تتشد فيه في القنوات الدمعيه جوه ناحيه الانف، ممكن تتشد يمين تتشد شمال فتزيد الدموع عندها. جي. الحاجه الثانيه ان انت ممكن تشوه الجفن نفسه اللي طبقه الجفن زي ما حضرتك شايف ملتهبه من الدموع ومن الاحمرار، فانت مجرد ما انت تلطها ممكن يحصل تليف في الانسجه تقوم تزيد المشكله. زين شو اللي سويته؟ شو اللي صار؟ احنا عملنا حاجه بسيطه خالص ولا اتفقت معاها ومنتهى الامانه، قلت لها احنا هنعملها واحنا وحظنا، لان احنا مش قادرين نحكم الوضع بالظبط، وبيهمني هنا تفاهم المريض، واحنا في نفس الوقت ده لما بنعمل الحاجه دي بيبقى بنراعي فيها انها تكون ممكن انا الغيها، يعني بسميها ريفرسبل، يعني انا هعمل الحاجه دي وبعد كده ممكن لو هي ما عجبتهاش او ما استريحناش نلغيها، فده بيبقى طريقه امنه في التدخل. فاحنا جينا من على الاطراف ورفعنا الجفن التحتاني للجفن الفوقاني، فخيطنا الاطراف الاطراف ببعض، فبالتالي حملنا الجزء التحتاني بتاع الجفن على الجفن الفوقاني، يعني حوالي، فده بسميه سقوط في الجفن السفلي. الناس دايما متخيله السقوط في الجفن، اللي اقول له لا ساعات بعدين سقوط في الجفن السفلي. ما دام ماني مرتاحه؟ طبعا فرق شاسع طبعا. يعني شو اللي فرق معك؟ الشكل العام اولا، والدموع خفت والالتهابات خفت. انا الشكل العام كان مخليني، انا ما كنتش كده من اول، وفجاه جالي الهبوط ده، فعمل لي حاله نفسيه طبعا كتير، انا مش قادره اقابل الناس ولا اواجه حد من منظري، الناس تتخض لما بتشوفني، دموع منهمره لان الجفن نفسه بعيد عن العين ونازل لتحت، فالدموع بتنزل منهمره تعمل لي التهاب شديد. كل واحد يقول لك بتعيطي ليه؟ طبعا ده السؤال ده بقى، يعني كل الناس انت بتعيطي ليه؟ انت بتعيطي ليه؟ بتضحك وتعيط، كل اللي بتضحك ولا انت بتعيط؟ يعني بضحك وبقت عندي حالتين. يعني خلينا عندنا اتصال من الاخت ابتهاج، اهلا وسهلا فيك اخت ابتهاج. عايزين صوره ابتهاج بس. الو الو اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا فيك. عايزين صوره ابتهاج. اهلا وسهلا. الو نعم تفضلي يا اختي ابتهاج تفضلي. الدكتور محتاج صورة بعد العملية صح؟ قبل وبعد، قبل العملية وبعد العملية صورة. قبل العملية وبعد. بس الأخت ابتهاج معاي؟ أيوة. هي نعم تفضلي يا أختي تفضلي تفضلي تكلمي. أيوة يا دكتور تفضلي. أنا معك يا أقول إيه طيب؟ أنت شوف حك على السؤال دي. زين أنا هي اللي سويت لي العملية. سويت العملية. لحظة العملية اللي شفناها عملية تانية. عزيز انا حكيت بتكلم على الدهون والجلد وكده. ها تفضل. هذا كان تفضل. دي مدام ابتهاج. زين مدام ابتهاج ازيك؟ ايوه ازيك اخبارك ايه؟ ما بتسمعش. الحمد لله. زين تفضل دكتور. هي خجوله شويه مدام ابتهاج عندها بقى. ايوه هي مدام ابتهاج كانت جات لي العياده على اساس انها كانت بتشتكي من جلد زياده. الجلد زياده زي ما كنا بنشرح في الفيديو ساعات بيتقل الجفن وبيسبب صعوبه، فعلا كان عندها صعوبه في القرايه، كان عندها صعوبه في استخدام عينيها، فانا قلت لها طيب خلاص انا هشيل لك الجلد الزياده ده اهون ونحسن وضع العين. وكانت اول مرحله عملتها ان انا شلت لك الجلد بس، مش انا السكن الجلد الزياده. نحط الصوره الثانيه. نحط الصوره الثانيه.
بعد ما شلت الجلد هي كانت سعيده جدا، فقلت لها طب ايه رايك لو نكمل صوره ثانيه، صوره نديتها بعد العمليه اللي بعد العمليه. فجينا بعد كده قلت لها طب ايه رايك لو نحسن الموضوع شويه ونخش في نوع من انواع ان نحسن الشكل كمان. نعم. فهي وافقتني، وهي كانت مسافره، دي صورتها بعد العمليه. نعم. بعد ما خلصت وهي كانت مسافره فاجلت السفر وفضلت معايا. فاحنا عملنا حاجات كتير هنا، شلنا الجلد الزياده اللي كان موجود في الجفن زي ما اتكلمنا في الفيديو، شلنا الدهنيات اللي كانت موجوده فوق وتحت. تحت كمان احنا اشتغلنا وشلنا الجلد الدهنيات والجلد الزياده، فكانت ووسعنا العين، وسعنا حد الفتحه بتاعت العين، لان احنا عندنا مقاييس زي ما بنقول في مقاييس للجمال. يعني احنا لما بنيجي نشوف الجفن احنا بنوصله كلوحه يعني كتصميم. فاحنا شلنا الجلد، شلنا الدهنيات، رفعنا الجفن الفوقاني، فخلينا زي ما بنقول العين جمال وابصار. فاحنا خليناها الحمد لله فيها شيء كثير من الجمال. يعني ما دام انت مرتاحه دلوقتي مدام تهد راحت. عندنا الاخت مريم من الشارجه. الو اخت مريم. السلام عليكم. هلا اختي مريم، تفضلي يا اختي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. نعم الاخت مريم معك. تفضلي يا اختي. يا هلا. بغيت استشير الدكتور، عندي ولدي عمره 3 سنين. نعم عمره 3 سنين. كملي وياي، كملي. نعم في شوي حور، الحول عنده على برا زين صوب الاذن بارك الله فيك زين. انزين فانا وديته عند الدكتوره قالت في حول نسبه 1.5 والعين الثانيه والنص تقريبا زين. فهي قالت بنتابع عقب 6 أشهر ان نسوي له عمليه ولا لا زين. فانا بغيت استشير الدكتور هل نسوي له عمليه ولا شو اسوي له بالضبط؟ ان شاء الله يا اختي مريم بتسمعين الاجابه لكن ما بهالحين عقب الفاصل، لان نحن بنطلع فاصل دكتور، عقب ما بنرجع بنشوف يعني بنجاوب على سؤال الاخت مريم. لكن اعزائي وصلنا للفقره الاخيره من برنامجكم فيتامين. في كل عام يتم اجراء 100,000 عمليه ل 100,000 شخص في بريطانيا لتصحيح نظرهم والتخلص من النظارات. طبعا هذه العمليات تبدو سهلة ولكن بالتأكيد هناك مضاعفات محتملة. كل العمليات الجراحية لها مخاطر ومضاعفات محتملة، وهذا يعتمد على أمور كثيرة بعضها يتعلق بسلامة الإجراءات اللي يتبعها الطبيب، وأحيانا المريض يتحمل جزء من المضاعفات إذا ما اتبع التعليمات. ولكن من هذه المخاطر سوء التخدير أو الإصابة بالعدوى أو النزيف أو الالتهاب اللي ممكن يؤدي إلى تراجع الرؤية. ولكن بالنسبة لجراحة الحول وتجميل العيون يقولون إن مخاطرها ضعيفة جدا. خلونا نواصل حوارنا مع الدكتور. دكتور طبعا تكلمنا عن الحول، تكلمنا عن تمين. شو رأيك في عمليات اللي تكلمنا عنها ضعف النظر ومخاطرها؟ عمليات ضعف النظر طبعا يعني كثيرة جدا ومتنوعة ولها مخاطر كثيرة، بس هي الفكرة دايما الكلام عن المخاطر بيبقى يعني بحرص شويه لانها بتبقى قله يعني حسب كميتها، يعني زي النشره بتاعت الدواء زي. يعني النشره بتاعت الدواء بتلاقي فيها مضاعفات كتيره قوي، لو انت مشيت ورا يمكن مش هتحط اي قطره ولا حبوب، لكن فهي بتبقى مخاطر محدوده يعني. دكتور تكلمنا اليوم حلقتنا عن العيون، عن الحول وعن تصحيح الجفن، شو نصايحك للمرضى؟ وصلنا لفقره النصايح، شو تنصحهم؟ والله احنا اتكلمنا عن فقرتين بالنسبه للحول واتكلمنا بالنسبه لتجميل الجفون. نعم. بالنسبه للحول لو انا هنصح يعني نصيحه بنختصرها كلها المتصله الاخت مريم. مريم نسيناها. مريم صح. مريم هي طبعا قالت ان ابنها او بنتها ابنها ان هي بتطلع لبره بتحول خارجي ناحيه الودن يعني حسب ما انا فهمت، لكن اللي انا ما فهمتهوش لما قالت 1.5 و1 دي ارقام نضاره، فانا متلخبط يعني مش عارف هي بتتكلم على حول ولا انحراف. نعم. فبرضه ممكن يكون الدكتور بيتكلم على انحراف، فاحنا في الحاله دي هي بامانه احنا محتاجين نكشف عليها، وطالما هي من طرف حضرتك تتبرع دكتور انها طبعا طبعا يا ريت سعدنا جدا انها تشرفنا. الدكتور تبرع طبعا. تبرع انه هو يشوفك ويفحص شو اسمه يعني يفحص الطفل الولد وما ادري عاد هو وطبعا مثل ما تقول وكرمه. لا لا طبعا اذا يعني قرر يسوي العمليه نتمنى العمليه تكون بالمجان ان شاء الله. لا والله احنا اصلا انا جاي من المستشفى المغربي وعندنا هديه للفيتامين، ان لو في اي حد من طرف حضرتك او من طرف اداره البرنامج احنا متطوعين نعملها من غير اي فلوس خالص بغض النظر عن ارتباطها بالبرنامج او من غير البرنامج ان شاء الله يعني ان شاء الله. لان احنا بنساهم معاكم في الحمله او في التوعيه للناس ان شاء الله. نحن اهم شيء عندنا نحن ودي من رسائل المغربي يعني انت الامان اولياء الامور يعرفون كيف يتعاملون مع اطفالهم تمام، بحيث انه ما يهمل طفله لما يشوف او يلاحظ ما في مشكله، حتى لو شك انه عنده حول ياخذه يودي
ويتم الفحص على اساس انه ما يتورط بعدين. انا بقسمها جزئين، يعني انا بقسمها جزء وقائي وجزء اجباري. الجزء الوقائي انا بقول لازم نفحص ابننا عند السنه الاولانيه من عمره وعند دخول المدرسه، يعني اربع او خمس سنين سواء الكي جي. السنه الاولانيه ممكن يكون في ميه بيضاء ميه زرقاء، يكون في مشكله ما هيش باينه، فنكتشفها بدري ونعالجها بدري فتبقى الامور كويسه. وعند دخول المدرسه، لان في السن ده بيهمني ان هو يكون شايف السبوره عشان ما يكونش متاخر في التعليم. فانا بعتبر ان الفترتين دول روتين فحص اساسي بغض النظر عن ابني عنده حاجه ولا حاجه، ما عندوش، عنده او ما عندوش. ما دام ذكرت المدرسه دكتور، حتى الممرضه اللي موجوده مسؤوليتها اذا لاحظت يعني مثلا ان اي من الاطفال يعاني من حول، ان يعني تنصح اولياء الامور طبعاً ان يتم طبعاً تحويل هذا الطفل طبعاً. هذا اللي كان يحصل يعني انا اثناء وجودي مثلا في الغرب، لما كانوا يلاحظون اي شيء على الاطفال كانوا يرسلوا لي رساله ان الطفل يعاني من كذا كذا، يا اما نحن ناخذ له موعد في مثلا المستشفيات الحكوميه، ولكن اذا انتم عندكم مثلا طبيبكم الخاص ممكن، بس نحن بحاجه انكم تاخذون الطفل الى المكان الفلاني. بالضبط، فمسؤوليه المدرسه يعني طبعاً طبعاً في بعض طبعاً الامور يعني الممرضه اللي موجوده في المدرسه مسؤوليتها ان تكتشف بعض الاشياء اللي عند الطلبه. تمام نعم. ده جزء، لكن زي ما قلت لحضرتك انا بيهمني حتى في السنه الاولانيه وفي السنتين الاولانيين قبل ما يروح المدرسه نعم ان انا اتاكد ان ما عندوش حاجه، او اذا كان الطفل بقى عنده مشاكل عينيه بتدمع، محمره زياده، مش قادر يفتح عينيه، لو في اي حاجه غير غريبه على عين ابني فلازم اخده واروح بيه المستشفى. لكن لو افترضنا ان حتى ما فيش حاجه غريبه، وده اللي بيقابلني الجزء الاغلب انه اللي هو اللي احنا بنكون قصرنا في علاج الطفل، ان هو في السنه الاولانيه او في الاربع سنين نعتبر ان ده كشف دوري اجباري بالنسبه للاطفال. لان في السابق كنا نشوف حتى ممكن يوصلون لعمر متقدم والحول موجود مش طبعاً مصلح. طبعا ودي مصيبه، زي ما شفنا من شويه زي فارس كنا نتمنى ان احنا نعالجه من زمان، كان يبقى نظره احسن، كان يبقى استخدام رد ثلاثي احسن، لكن في حاجات كتير للاسف فارس هيبقى محروم منها، وده لان احنا انا بعتبر 7 أو 8 سنين ده عجوز بالنسبه في عمر الاطفال. نعم. الله الاطفال بيتكلموا في سنه الاولانيه، فان شاء الله يبقى احسن. بالنسبه للجفون الشمس، يعني احنا لو هنتكلم على اكبر مشكله بالنسبه لينا كدكاتره عيون او كجلديه حتى، هو عدم التعرض للشمس او الوقايه من الشمس بمعنى اصح. يعني الشمس بس في 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 المساله دكتور، لما نقول الوقايه كم الوقايه؟ لان انت ما تقدر تمنع منع لا لا لا, لا نعم. طبعا ما نقدرش، مفيش حد يقدر يعمل نعم كده خالص، لكن انا قصدي ايه، ان هو قدر الامكان يبقى نستخدم السامبل اللي هو العازلات الشمس واقي نعم الشمس واقي الشمس، ويكون نسبه العازل اللي فيهم تكون عاليه اكثر من 15%، ده مفيد جدا جدا للبشره. كثير من المرضى لاحظهم صاير عندهم هوس، يعني الواقي صاير واقي للشمس على يعني مدار الساعه يعني لا لا يستخدمونه. فهي الفكره مش هذا، يعني مش الطريقه هذه، يعني نحن محتاجين الشمس في نفس الوقت. تمام. نحن محتاجين الشمس لان اشعه مفيده بالنسبه لنا. تمام. لكن نحن مو الابتعاد الكلي النهائي. لا لا نحن نقيس. لا احنا بنتكلم على الفتره اللي هي الحساسه اللي هي من 10 ل 4. نعم. يعني الفتره اللي قبل 10 لو انا خارج الساعه 6 الساعه 7 الساعه 8 9 10 حتى الشمس هنا خفيفه شويه، الاشعه اللي فوق البنفسجيه ما هيش مضره للدرجه العنيفه يعني، لكن من 10 ل 4 دي الفتره اللي فعلا الشمس بتتحول من شمس عاديه من شمس حارقه. ففي الفترة دي احنا بننصح جدا ان الناس تستخدم تحط الواقي للوش وللايدين اللي هي المناطق الاكثر حساسية يعني. نعم. الناس اللي بتستخدم حمامات الشمس اللي هي التلوين او تصبيغ الجسم نعم بالشمس يعني، فحتى دول بننصحهم ان هم يعملوها بالطريقة الصح، ما يتعرضوش للشمس لفترات طويلة، بياخدوها على فترات متقطعة وبيخبوا وشهم. يعني دايما الناس اللي بتاخد حمامات شمس دي بتحط فوطة او بتحط راسها في حتة ما فيهاش شمس، لان التعرض للشمس اول حاجة بيكسر الانسجه، وحضرتك يعني ادرى مني في الموضوع ده، بيكسر طبقات الانسجه، بيساعد على وجود الكسرات والترهل للانسجه بتاعت الجيف، الكسر والحاجات دي والتشققات نعم في الجدن دي كلها بيبقى معظمها نتيجه التعرض الزائد للشمس. فالوقايه من الشمس سواء كان بالتواجد في اماكن ضله شويه او الابتعاد عن الشمس الحراريه او نعم باستخدام الوقايه من الشمس. شكرا يعني دكتور. نعم نصيحتي. نعم وصلنا نحن لنهايه البرنامج، اشكرك دكتور. نعم دكتور اسامه. شكرا جدا. وشكرا لكل الحالات اللي كانوا موجودين معنا وكل المتصلين، ونشكر كذلك مستشفى المغربي على تقديمهم الجراحات للحالات وبيقدمون بعد. نتمنى لعيون أعزائنا المشاهدين دائما الصحة والجمال، وإلى اللقاء.